طيب دكتور، كنا بنتكلم على فكرة الوضع في مصر، ونتكلم تحديدا على الملف الصحي. حضرتك تحدثت عن فكرة الحوكمة، ده يمكن أكتر حاجة كنا بنفتقدها في وقت من الأوقات، وأعتقد أن الوضع فعلا وقتها المشهد ما يعني كان صعب جدا. كنا بنشوف يعني خلينا نقولها بشكل يعني بسيط، ما كانش فيه ثقة أصلا في القطاع الصحي بأي شكل من الأشكال. دلوقتي بقينا بنشوف ثقة أكبر، بنشوف فعلا خدمة مقدمة بجودة، وده المهم، دي النقطة الأهم، مش فكرة أن خدمة بتقدم فقط لكن حتى جودة الخدمة نفسها. بس على جانب آخر، ونقطة حضرتك ذكرتها مهمة جدا، الأدوية. احنا دلوقتي بقى عندنا يعني عندنا احنا مش يعني بقينا بنصنع الدواء، مصر بقينا بنصنع دواء إلى حد كبير، ونسبة حتى اختلفت كتير قوي عن قبل كده. لو هنتكلم عن تصنيع الدواء تحديدا، نتكلم عن طبعا ماركت كبير جدا، نتكلم على ماركت في حدود 70 مليار، ومهم جدا ان يتم توطينه. دي اهم كلمه في الدواء. احنا لو فضلنا معتمدين اعتماد كلي على الاستيراد للادويه، دايما هنبقى في اي ازمه بتحصل ايدينا ملويه للاستيراد وللعمله الصعبه. يعني خلينا ناخد مثال مثلا اللي حصل في كوفيد. احنا في كوفيد لولا ان احنا عندنا تصنيع ولولا ان كان في توطين للادويه، كنا عانينا زي بقيه الدول اللي ما عندهاش مصانع للدواء. احنا صحيح. بعد بالظبط 4 شهور من بدايه كوفيد كان كل بروتوكول لكوفيد بيتصنع جوه مصر، ما عدا دواء واحد بس هو اللي بيجي من بره، لان هو بيجي ليه مصنع واحد هو اللي بينتجه، غير كده البروتوكول كله بيصنع هنا. التوطين الدوائي مهم في كذا حاجه، يعني مهم داخليا عشان يبقى في امن دوائي، لو في عندي اي ازمه في الدواء انا بعرف اغطيها. عندي بقى دي مهمه، الحاجه الثانيه عندي جاهزيه مصانع ان انا اعرف اعمل نقل تكنولوجي لادويه ثانيه. فبقى انا عندي مصانع، لو في اي دوله بتفكر انها تنقل التكنولوجيا الطبيه للتصنيع لاي دوله، هتفكر دايما مين اللي عنده الجاهزيه في الانفراستراكشر عشان اقدر ان انا اصنع عنده. صحيح. مصر عندها الموضوع ده من قديم الازل، احنا اقدم دوله في التصنيع الدوائي في القاره الافريقيه وفي الشرق الاوسط، واكبر منتج للدواء في افريقيا. فالجاهزيه نقل التكنولوجيا دي فرصه للاستثمار، ودي تاخدنا للنقطه الثالثه، التصدير. احنا حاليا بننتج ما يكفي 95% من احتياجنا، ده انتاج محلي، ده رقم يعني متهيألي من اعلى الارقام في الصناعات كلها ما بين كل الصناعات الموجوده في مصر. اللي قدامنا بقى في افريقيا ايه الاخبار؟ العكس، هم 90% من احتياجهم بيستوردوه و10% فقط اللي بينتج داخليا في افريقيا. فبالنسبه لنا ده سوق واسع وخصب للتصدير وقريب، واحنا من بقالنا يعني كذا سنه عندنا ترابط وثيق مع الدول الافريقيه حاليا في ملف الدواء. بقالنا سنتين بيتعمل المؤتمر الافريقي للصحه افريكا هيلثكون، والتصدير ابتدى يزيد ما بيننا وما بين الدول الافريقيه، خصوصا مع الاتحاد الافريقي للدواء اللي انشئ من 3 سنين. صحيح. فبالتالي الاتفاقات دي كلها خلينا نقول في امن دوائي، بس كمان في استثمار، في تجاره خارجيه، في عمله صعبه بتدخل البلد بسبب ملف الدواء. نعم. دكتور اسلام، مش فكره بس التصنيع وتوطين صناعه الدواء في مصر، لا، فكره اللي انت ايضا اتجهت لصناعات اخرى فيما يخص يعني ملف الصحه تحديدا لم تكن موجوده في مصر من قبل، زي مشتقات البلازما. ايه مشتقات البلازما برضه عشان نبسط المعلومه للساده المشاهدين، والعائد بتاعها، لان اغلبها هيكون تصدير، العائد بتاعها على مصر هيكون عامل ازاي؟ مشتقات البلازما طبعا هي جزء من اجزاء الدم الموجوده في جسمنا، فهو بيتم فصله عن الدم. البلازما بتدخل في صناعات كثيره جدا. احنا بنحتاجها لامراض الدم مثلا زي الثلاسيميا اللي هي انيميا البحر الابيض المتوسط، زي الهيموفيليا اللي هو تخثر الدم، للسيكل سيل انيميا، الانيميا المنجليه، للالبيومين، تصنيع الالبيومين. احنا كان كل اعتمادنا في الامراض دي على الاستيراد، واعتقد كمان اسعارها مرتفعه. اسعارها مرتفعه جدا، يعني لما بيكون في بيت فيه للاسف حاله، خلاص البيت كله بيشل اقتصاديا الا لو عرف ان هو يعني عنده تغطيه تامينيه والادويه نفسها تبقى موجوده. فبالتالي برضو كانت مربوطه ارتباط وثيق بالدولار. نعم. بالعمله الصعبه. ان احنا يبقى عندنا مصنع، دي برضو خلينا نقول فيها جزء مهم في الشراكه ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. زي ما سياده الرئيس امبارح حكى حكايه البلازما، جريفورز هي أكبر شركة في العالم للمشتقات الدم،
والاتفاق بتاعها قعد فترة رايح جاي لغاية ما يتم اتفاق جيد يبقى فيه وين وين ما بين الدولة المصرية وما بين الشركة، ان احنا مش بس يعني نستخدمهم في ان هم يصنعوا البلازما، ان هم ينقلوا كمان التكنولوجي عشان تبقى عندنا. صحيح. وده المهم في اي اتفاق، ان انت تبقى يعني عندك النو هاو، مش فقط بتشتري الفينيشد برودكت او بتشتري حد يعملها لك وانت تعرف تعمل ازاي. صحيح. فان شاء الله هو المصنع باذن الله يخلص في خلال سنتين من دلوقتي في 26، وساعتها هيبقى على الاقل عندنا يعني لو اول سنه مش هيبقى فيه تصدير، بس هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي للامراض اللي محتاجين فيها لمشتقات البلازما، بعد كده الكميه ينفع فيها تصدير. طبعا هو الموضوع فيه شقين، في شق ان التكنولوجيا نفسها تكون موجوده، فيها الشق الثاني التوعيه عند الناس اهميه التبرع. اتكلم في النقطه دي تحديدا لان ده بيجدد الصحه، وفي نفس الوقت اعتقد هيكون في عائد على المواطن من فكره التبرع. اه طبعا، يعني هو في ثلاث حاجات. يعني اول حاجه لو قلنا ان الانسان نفسه صحته تبقى احسن لما بيتبرع، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هي المسؤوليه المجتمعيه. في مسؤوليه مجتمعيه ان انا يعني عندي مرضى وانا في يوم من الايام ممكن لا قدر الله احتاج. صحيح. ممكن حد في عيلتي يحتاج، فالسوليداريتي او التضامن هو اللي بيقوم عليه الصحه عموما في اي حته في العالم. احنا عندنا المساواه والتضامن، دول الفاليوز بتوع الصحه في مصر. الحاجه الثالثه هو العائد المادي، كان هو لازم يبقى فيه انسنتيف او حافز لاي شخص بيعمل اي شيء في الصحه، اي دونيشن او اي تبرع باي حاجه. صحيح. فده الحاجه الثالثه. هما ثلاث حاجات انا رايي ان احنا لو ركزنا فعلا، وده دور حضراتكم ودور قطاعات كتيره واحنا في الصحه وكل القطاعات التانية، ان احنا نوعي الناس باهميه الصحه العامه، ان ازاي الموضوع ده طبعاً بيحسن في الصحه. صحيح. وفكره التضامن في الصحه محتاجه نتكلم عليها، ان هي مش متغطيه كتير في يعني سواء في الوسائط العموم المرئيه او المسموعه. فكره انا ليه بكون بدفع ضرائب كتير مع ان غيري اللي بيستفيد بالصحه ما بيدفعش ضرائب وبيستفيد اكبر قدر من المنظومه الصحيه. طيب. لان في الاخر ده اللي هيحصل لي بعد سن المعاش مثلا. لا، ودي نعمه ربنا انعم عليا بيها، فكره الصحه، ان انا صحتي دلوقتي كويسه. اه الحمد لله، نحمد ربنا ونشكره، لكن مش بالضروره اللي هو اشمعنى فلان، لان ممكن الدور يجي عليا ايضا زي فلان.